السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في سؤال، لو أنا عندي سلم وعايز أضيف بلاطة في الآخر بشكل معين، طيب ليكن مثلا عندي ليفل 1 وليفل 2، فأنت رسمت السلم بالشكل دوت، وليكن مثلا هو عايز يضيف بلاطة هنا. في طريقتين، الحل الأولاني إن أنت تقفل هنا، وبعد كده تقول له ان انا عايز ارسم فلور، تمام، وتخليها في ليفل 2 وترسم البلاطه بتاعتك زي ما انت عايز، وتقدر تشكلها زي ما انت عايز. ودي طريقه صح ومش غلط، ولما تيجي نشوفها في 3D تتظهر معاك بالشكل دوت، مفيش فيها مشكله خالص. طيب لا، انا عايز اخليها جزء من السلم برضه، مفيش مشكلة. يا سلام، انت تؤمر. خلينا نلغي اللي احنا لسه رسمينها، واعمل هنا سيلكت واقول اديت ستير، واقول له لاندنج. تقدر تضيف لاندنج على طول، لو انت عندك اللاندنج دي ناقصة فتقدر تدوس هنا وهنا وهو يعمل لك لاندنج بينهم. ده لو انا عندي اللاندنج دي مش موجودة. طيب لو انا عندي اللاندنج موجودة، هقول له كرييت سكتش، تمام، وتقدر ترسم اللاندنج بتاعتك على طول اهوت، وهو هيخليها جزء من السلم، فهتلاقي الريلنج طلع معايا بالشكل دوت. طبعا الريلنج سهل ان انت تعدل فيه زي ما انت عايز، يعني الريلنج نفسه تقدر ان انت تعدل فيه في اي وقت. يعني ممكن نعمل سيلكت على الريلنج ده سبورت، على الريلينج تقول له اديت باص، وتعدل فيه زي ما انت عايز في اي لحظه، تمام. يعني هقول له مثلا الخط ده انا عايز امده شويه كده قدام، والخط ده انا عايز امده شويه قدام، اقول له اوكي، هتلاقي الريلينج كمل معايا.